مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد المتجدد من برنامج الحوار الرياضي في كل مره اكون سعيد جدا بلقائكم من اجل مشاركتكم العديد من المواضيع الرياضيه مع مختلف الشخصيات الرياضيه في وفي المحيط الرياضي الفاعله في المحيط الرياضي في هذا العدد سنتناول العديد من المواضيع مع الصحفي الذي لبى دعوتنا وهو سفيان قسومه اهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه العفو العفو نازم بكل سرور سعيد بوجودي لاول مره في قناه الحياه ونحن اسعد بتواجدك هنا معنا سنتناول العديد من القضايا التي تخص كره القدم سنتحدث عن كره القدم نبدا بالحدث وهو انسحاب رئيس الفاف دين زاتشي من انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا صبيحه الانتخابات ما هو تعليقك وتفسيرك بما انك كنت تعلم انك ستنسحب لماذا تتنقل يعني منذ البدايه والله الانسحاب عندما تلقيت الخبر ما كانت كما نقول لك اون سيربريز يعني ما كانتش كانت انا بالنسبه لي منتظره منتظره لماذا؟ لان خير الدين زتشي يعلم بان الانتخابات باش تدخلها لازم تمشي بقوه وفيه عمل كبير وكبير جدا عن طريق مثلا الوزاره الخارجيه اللي تستعمل السفارات والقنصليات و و و والكولسه، كولسه هو عمل مهم ومهم جدا خاصة في إفريقيا في ممكن نتكلم على إفريقيا ولا حتى في الجانب يعني حتى في العالم يعني في 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 ما تكون انتخابات في الفيفا في الدولية الدولية في يعني كولا هذا هذا تطبخ قبل يعني يعني, يعني الامور يعني تتحضر يعني. احنا عندما اعلن هو الترشح تاعو يعني كان علامه يعني استفهام كيف يعني في 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 ظل وجود يعني المغربي القجع وابو ريدر المصري يعني هادو خدموا في المتمرسين في, في الخاص شوف كما يقول لك سطروا يعني العلاقات الكثيره آه اللي تربط، ونعرفوا كاش تمشي افريقيا كاش تمشي العلاقات في افريقيا في يعني آه تبادل في المال، في مصالح مصالح كبيره فزدت يعني كان استغراب وحنا عندما تكلمنا قلنا رئيس الفيدرالي يعني راح يغامر ما راش يعني مش مش من أم كنا ضد انا جزائري يعني دائما مع الجزائري ولكن أه الجزائر بلد كبير بلد حطين يعني ما نقدروش نمشوا وبين في أه جمعيه انتخابيه تقام بالمغرب فبالنسبه لنا الانسحاب كان ضروري كان ضروري ربما هو أه عندما مشى كان في المغرب مع كان يقول لك لا عندي ضمانات ورا هي هذه الضمانات لو ما شفنا مشفنا وربما ما شفناهاش ربما ما كان حتى ضمانات يقول لك كان فونتينو صديقي و و و و ف كي كان وجوده في المغرب ربما احتكاكه مع بعض الرؤساء الجمعيات خلاه يتفكر باللي يعني خلاص لا اللعب يعني خلاص القضيه الامر خاصه بعد اتفاق انفانتينو الاخير في الرباط يعني وكان الغنائم يعني تم تقسيمها مسبقا وحتى المترشح الوحيد هو موتسيبي يعني وجد نفسه رئيسا للكاف قبل حوالي 10 ايام يعني يعني وجدوا له الطريق وفرشوها له يعني القضيه كل شيء حسيمة كي احنا في افريقيا ما ناش حابين نطوروا ونطور حتى العقول يعني كيف مع كل احتراماتي لا يعني. يجيش انا رئيس فيدرالية الدولية حتى ولو عنده علاقة وعنده مسؤولية على الكونفدراليات لكن انا ككونفدرالية افريقية من واجب ناخذ بزمام امور انا واللي حواليا مع الرؤساء الجمعيات اللي في افريقيا ماشي نعم في وين اوروبا قضوا على شرعيه الصندوق يعني. لا خلاص شوف ما ما دام يعني يعني من لافريك دو حسمت هذا شيء لا يمثل يعني ما صوره جيده على الكاف يعني اللي هتبقى من الانفا صاعدا حبست بين ايدي الفيفا لا كانت مع احمد احمد وشوف كانت حبيسه منذ منذ زمن لكن إيه حتى الامور كان اصبحت تلعب علمك شوف لا اليوم خلاص علمك شوف كل شيء لا سنة. اليوم كل شيء علمك شوف يعني قالوا هو الرئيس يعني تم انتخابه وتسكيته كيف, 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 كيف تصير روحك انت باربعه خمسه كما يقول لك لي كونديدا يعني لا 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 أربعة خمسة ومن بعد دوك كل ينسحبوا أنا ما قال لك أنا ما ننسحبش لا ونقعد في صراع وما حبش يعني وفيه تدخل رئيس حتى حتى رئيس جمهورية السنغال آه يدخل روحه الإيفوار يدخل روحه لا نحي هذا ماذا بك تخلي الكانديدات على افريك دي سيو وهذا كله من اجل مشتركة مصالح مشتركه بين الجميع وليس خدمه للرياضه وخدمه للمصالح هي يعني مصالح مشتركه فيما بينهم فقط اليوم لازم الكره الافريقيه لازم لها ناس واحد اخرين ناس يعني يعني يكون مخلص للقاره تاعو اليوم الإفريقية ما تسحقش بين قوسين ان من اوروبا حتى ولو عنده مسؤوليه المسؤوليه تاعو تحبس في السياسه العامه في ولكن باش يجي يدخل روحه بصالح العباره يعني في الانتخابات ويجي يرسم لك رئيس فيدراليه قبل قبل كنا قبل 12 مارس على بالنا بلي لو سيداف هو اللي يخرج هذا الشيء لا شيء لازم للرؤساء إيه للجمعيات هما يرفضوه نرفض انا كيفاش يقولوا كاين واحد الكلمه يا ربي يعني تجي تجي انت تتحط لي اوامر فوقيه لا لا الاوامر واش واش يحدوا القانون العلاقه يعني بين فيدراليات ولا بين الكونفدراليه والفيفا علاقة واضحه يعني فيه فيه يعني شونج ماشي مشكل لكن تجي تفرض عليا فلان ولا فلان خلاص هذا العهد هذا من المفروض انتهى انت سفيان حتى نبقى فقط مع خير الدين زتشي المكلف بالاعلام على مستوى الاتحاديه سيد صالح بيع عبود لنحيبه من ادم بربا في تصريحاته مباشره بعد انسحاب خير الدين قال لك عندما يعني حس خير الدين زتشي بان الامور حسمت وطبخت من قبل اضافه انه هناك مؤامره من داخل الجزائر وحيكت ضد خير الدين يعني هذا الحديث خاصة بخصوص المؤامرة يعني لا فائدة منه لأنه لو حضرنا أنفسنا ووضعنا استراتيجية واضحة حوالي خمسة أو ست أشهر يعني ما دام ان كنا نعلم ان سندخل الى هذا آه المنصب لابد من تحضير ووضع استراتيجيه اتصاليه دبلوماسيه والعديد من الخطوات ما نتحدوش على المؤامره يعني رغم انه لو آه كانت مؤامره كي تكون استراتيجيه يعني دير مؤامره ولا دير حرب يعني انت الهدف تاعك راك رايح له يعني يعني احنا دائما لا ما داك تقعدوا تخباو يعني بالدارجه دائما هذاك احنا احنا عندما نفشل بس هذا فشل عندما نفشل نمشي للمؤامره ونجبد انا لا أم لا لا فيه لا ام مؤامره من الجزائر انا مدبية صالح باي اللي نحييه اليوم خلاص لازم تمدوا اسماوات لازم تمدوا شكون واللي يعني ما كان يعني ما تخباوش خلاص احنا احنا عينا اليوم نتكلم بالالغاز مدبينا حتى ولو صعيب لازم نلحق وين نكشف, نكشف من الشخص. يعمل ما في, في, في المؤامره شو بالدليل يعني ماشي فقط الحديث من اجل الحديث لانه سنتحدث ايضا عن الحمله الشرسه التي تعرض اليها ايضا خير لا اليوم اليوم غير باش غير غير نقول الفش الفش الفشل تاع 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 زيتش ما مشاش الانتخابات يعني ما يقدرش يمشي وانت في بلدك عندك مشكل مع الوزارة الوصيه كيف راح تمشي انت الانتخابات في كونفدراليه كيف, كيف, كيف يمكن تقنع اتحاديات و وانت لم تقنع أصلا وفيه يعني يعني مشاكل ومشاكل ماذا بينهم بعد نحدثوا عليها أكي. مع وزارة الوصية ومع شكون شكون دعمك في لكن في في بلادك إذا كانت فيه مؤامره اليوم خلاص لازم نقول شكون امر على زتشي و بين قوسين والجزائر لان يعني زتشي أكيد كلمة الجزائر اكيد زتشي خالدين زتشي يمثل الجزائر وحتى نكون منصفين صوفيان ايضا خير الدين زتشي هذا الشخص الذي الجميع يشهد له بأنه كأحسن رئيس لأنه استطاع أن يقوم بأكاديمية يصدر لاعبين لاعبين الأكاديمية صح. مختلف رام في مختلف الأصناف شبانيه وحتى في الفريق الأول على غير رامي بن سمعيني يوسف عطال يعني كرئيس نجح نجاح تام كمكون أيضا لكن كرئيس اتحاديه رغم انه جاب كاس افريقيا حبا من حب وكلام من كلام انه هو في الطاقم الاداري والتاريخ سيكتب بان زوتشي عادت في عهدته كاس افريقيا تعرض صوفيان انت على حسابك الى حمله يعني زائده انتقادات اصبحت جارحه وليس انتقاد الرئيس الفاف اصبحت انتقاد زوتشي كشخص والله هذا حق هذا حق لازم نقول حق على كل كل واحد آه زرت شي بالامس كنا نمثلوا به ونمثلوا باكاديميه بارادو ضربوا به المثل خدم ضربوا به المثل اليوم اللي حب حب واللي كره كره نادي بارادو كان مثل سي ديفوني ان موديل في الجزائر ما كاش نادي عندها سنتين او ثلاثه عمل واش عمل فريق البارادو عندما صدر عده لاعبين للخارج ودخل الاموال يعني سي براتيكمون لو سير كلوب اللي دار بينيفيس هذاك العام آه اليوم آه زدت شي مليح ماشي مليح تحبوا ما تحبوش ولينا حتى حتى كاس افريقيا ماشي هو آه سمح لي غادم في التاريخ عندما تدخل في في الهيستوريك تاع الفريق الوطني ولا الكؤوس الافريقيه تصيب خير زدت شي ومن ده كان معاه. اللي مع جابتني الكاس تاع 1900 يعني سيد اسمه رئيس الاتحاديه اللي عمر كزان عمر كزان الله يرحمه لا اكيد الله يرحمه يعني سيكتب التاريخ ونحن حتى الان حتى حتى نتحدث عنه بعد 30 سنه بان عمر كزان هو من حتى حتى عمر كزان الله يرحمه, لا يرحمه, لا يرحمه في بعض في بعض في في, التسعينات قل... وهنا في في جمعيه عامه تقريبا وهنا وخرجوه من باب الضيق يعني احنا عندنا واحد المشكل ان شخص المشاكل اللي يجي رئيس في ديرية مهما كان الاسم تاعو عندما يعمل يصيب ويخطئ وهذا يعني هو المسير هذا هو المسير انا عاده لو نتكلم على على زاتشي راح نتكلم على بعض الاختيارات اللي كانت فاشله يعني نقولها بصراحه العباره لكن انا نجرح الانسان كشخص ما 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 عنده ما عائله ما عنده لا هذا عندو... شوف شوف كان كاين ناس يحب تصفي واحد الحسابات مع كي مع خير زتشي كاين زتشي ما لبيش في البلاد هذه لا يا اخي لا فيه مشاكل تاع تاع تسيير ربما فيه دي شواء. قلناها وعودناها ولكن تم تحبس باش ترد يحبوا إيه يردوا السيد ربما حبوا يردوه بين قوسين خائن واش دار هذا دار عند دار دار بعض الاشياء اللي سي دي موفي شوا سي دي شوار كاستينغ نتكلم على الكاراز واللي جاب آه لي زيسبان اللي جابوا في لا دي تي هذا كانت اخطاء نظرا لنقص كانت الخبره نظرا لنقص التوجيه هذا هو هذا هو يعني الفرق بين تسير يعني اكاديميه او فريق وفيدرالية هذا الشيء يعني و أيضاً لا علاقه لا سفيان ايضا بفضل نستغل حضور بفضل الخبره اللي, تمتلكها في المجال أعم. الاعلام الرياضي وكاننا اصبحنا دائما نقارن بين جيل نقارن بين جيل روجين زتشي وكان الاتحاديه وتاريخ كره قدم الجزائريه نحصره بين اتحاديتين وندير صراع وبقى هذا دار هذا احنا احنا هذا هو المشكل اللي عندنا في الجزائر وكاننا يعني نسينا كاع رؤساء الاتحادات اللي مروا من قبل ولا اللي في اللي اللي جازو واش من بقره يعني وش لما يمشي لزتي لما يفشل لزتي يحصلها في روا لما ينجح راه يستشفى في زتي وي هكذا يعني وحنا ولينا 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 يعني اليوم لعبه القط والفار اليوم عندنا دو كلون انا زتي روا 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 راه زتي روا حتى المترشحين يعني, يعني لما ترشحوا نواو يعني نيه الترشح يعني هذا تبع روا هذه هي هذه هي علاش إيه لو يعني في لو فيد يعني صراع ودخلوا في صراع وحتى بعض الاعلاميين حتى حنا رانا دخل دخلنا في صراع يعني. والله يا يا يا, نازين بعض الاحيان يعني في بعض البلاطوهات تفضلت ما نتكلمش لان عندما نتكلم يقول اه هذا تابع لا ما نتابع لحتى واحد ما فيه صحفيين اعلاميين ما نتابع حتى واحد نخدموا بالمعلومه بالمنطق بالقانون بالتحليل جو سوي با انا اوبليجي مع هذا ولا هذا ولينا ما نقدروش نتكلموا وحتى تحد. لما الانسان ينتقد يعني تنتقد الانسان بالمصلحة وليس كشخص انا انا دائما نقول الانتقاد واجب وحق ولكن انتقد عامل انتقد قب... انتقد قب... انتقد قب... انت انت قب... كرئيس يعني انتقبني كصحفي لكن ما تنتقبنيش كشخص, كشخص لا احنا ولينا نجرحوا ولينا نقيسوا الناس ولينا نقيسوهم في 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 شرفهم ولينا هذا غير مسموح انا كتسمح لي انا كاعلامي ضد ولات ولات كما يقولوا لا فيولونس يعني لاين ولا نديسك يعني يعني كلام تاع الحق في بعض البلاطوهات يعني السبان وتقيس الناس وتجرح الناس احنا راك اعلامي يا اخي طلع شويه المستوى ويعني انت لي 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 لي, لي, لي كيما يقولون كامل لو يعني تهدأ الامور هذا من ما يمنعكش تقول بعض الحقائق لكن كاين صفه تقولها اكيد نتقدم اكثر سيد سفيان نتحدث الان ونمر مباشره الى الانديه الجزائريه المشاركه في المنافسه القاريه نبدا بكاس الكاف شبيبه القبائل ووفاق الصيف في اول جوله الوفاق رغم انه لعب داخل دياره لكن بغانا ونظرا الى الظروف المحيطه المناخيه الظروف إلى ذلك استطاع أن يحقق التعادل شبيبة في أول خرجة إفريقية بتيزي وزو استطعت أن تفوز بداية موفقة للفارقين لا ولا لا هذه هي أحسن بداية حتى ولو يعني آآ اتح... آآ وفاق, اتح... وفاق, ستيف. وفاق ستيف كان من المفروض يفوز يعود بثلاث نقاط لكن نظرا للظروف لان لا هو يستقبل شوف في 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 لما تستقبل صوفيا يعني خارج لا انا معاك أنا شوف الحساب الحساب في الكؤوس الافريقيه صح المهم وراهم في دوري المجموعات ولكن ما لازمش تبحر أيوه نقاط كي تلعب في الضياب بين قوسين لازم تربع الان الان الظروف هي ظروف افريقيا الكل يعلم الظروف هذه وحنا ربما صعيب علينا نتاقلم مع هذه الظروف وما جميل. تنساش بلي في الجائحه فيها يعني لي لي وفاق ستيف اعمل كل يعني كان يخصه هدف برك ربما دخل في 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 سهوله مع الفريق لا لا لا, لا مضاد ما عرفش كيف الكره الاخره ما عرفش كيفاش يوظفها م... آه يعني, الأخيرة. يعني ولكن نقطه يعني نقطه ما لا دار لي الظروف ف... مقارنه ب لا, لا ماشي كيف, كيف كيف شغل بعد شبيبه لا 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 سنتحدث عن شبيبه القبائل الفريق هذا اللي يحقق نتائج مع المدرب لافان ثلث انتصارات في البطوله ثلث انتصارات في كاس افريقيا آه الشبيبه نقدر نقولوا آه رغم تعيشه مشاكل اداريه خاصه بين الانصار والاداره بين النادي الهاوي ومجلس الاداره الا ان الفريق بات يحقق نتائج ايجابيه والكل آه عاود يعني سكت بما ان النتائج حاضره كما الشبيبه يعني الاسم هي شبيبه شبيبه تاع صح شبيبه يعني مع في بدايه البطوله آه ربما كثير مشى قال كيف تلعب بطوله بدون لاعبين ذو خبره و و و آه لاعبين يعني تقريبا في الجزائر ما عندناش لاعبين يعني يخرجوا من تقريبا مستوى واحد حتى اللي آه جو جونا من الخارج يعني اللاعبين الافريقيين ما ناش نجيبوا لاعبين اللي يجيبوهم في الزمالك ولا الاهلي اللي شوا 2 3 مليار دولار مليون دولار آه فقط للاشاره بحكم المتابعه تاعنا يعني لمعظم الانديه شوية القبائل استخدمت حوالي 8 لاعبين شبان من بين 8 لاعبين شوية القبائل تستعمل الا لاعبين جدد اللي هو كروم وبن عمدي في وسط الميدان اما باقي اللاعبين تم استخدامهم راهم في قسم الرديف هما يعني انت تستخدم 8 لاعبين للاكابر في الصائفه حتى تستعمل اثنين والباقيه يعني دليل است... لا السؤال شكون اللي استقب... شكون اللي لي... قدمهم شكون اللي جابهم إدارة؟ اللي هو الملال و ملال و المدرب ولا شكون ملال ها هو المشكل حنا في التقديمات المفروض المسؤول الاول مع المدرب لان شكون اللي مع شكون اللي يشوف يعني واش يخص في الفريق المدرب الجانب التقني احنا الرئيس يجيب لك اللاعبين ومن بعد يجينا حتى المدرب. مستوى هؤلاء اللاعبين يعني معظم المدربين يعني لا اللي لا. مروا على شبيبه تحدثنا معهم قال لك مستوى ليس لفريق شبيبه القبائل لا 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 اللاعب المتالق صح بن عبدي في وسط الميدان اللي اصلا اثبت عن مكانته في رائد القبه ومديد بجايه وجوهره الغرب الجزائري اللي هو خريج من جمعيه وهران كرومه لاعب المنتخب الوطني لصنف الشباب واثبت عن مكانته يعني في جمعيه وهران يعني كان لاعب يعني عنده استاتيق لشباب القبائل رغم انه صغير 20 سنه فقط لكن معظم باقي اللاعبين يعني شباب القبائل تستعملون في الرديف واللاعبين لم يشاركوا يعني 90% هي تشكيله الموسم الماضي يعني لماذا نقوم بالاستخدامات من اجل استخدامات فقط؟ الاستخدامات انا نقول لك جابوا من لا لا هو اللي الاستخدامات ماشي المدرب لافار ما كانش في في الصائفه ما كانش. هذا هو ما تقدرش تلوم اليوم لافان سياسه لافانجا يعني قام جمع العمل بها واثبت على النجاح أو يعمل بها لان في الجزائر نقول ونعاود ما عندناش لاعبين يخرجوا يعني يخرجوا من كي, كي يصور يعني كي يعني, مستوى, مستوى تقريبا مستوى واحد او يلعب شوبان ملان عنده عنده شيء مليح يحب يلعب بالشوبان ويلا الان انت تجيب ثمان لاعبين تلعب اثنين هذا خيار خيار تاع المدرب لا صاب فيهم المدرب ينجم يستعملهم كان ما يحبطهمش الرديف هذا سي تاع شوا ما تقدرش لا غير كل واحد وحنا للاسف هذه هي ديبي سيزون يعني الفرق شاف فيهم كان اللي فيها 27 لاعب 26 28 لاعب ومن بعد يقول لك لا حنا عندنا لاعبين عندي ما عنديش عندي نقص عنديش عندي نقص ما عنديش عندي النص عندي ثلاث مباراة في الاسبوع قبل ان نخرج فقط سفيان الى الجزء الاول هل تتوقع ذهاب شبيبه والوفاق الى ادوار متقدمه في هذه المنافسه حتى نتحدث في الجزء الثاني يعني. هذا صعيب صعيب ممكن لكن صعيب صعيب جدا لان لازم يكون عندك المشكل اللي ربما نطيح فيه هو مشكل بدني مش تلعب في الخارج في الخارج ديار في اللي ما يلعبش تنقل من غانا الى مصر ومن بعد يمشي لمصر ومن بعد يعاود يولي لمصر نظن عنده لا هذا شيء هذا شوف السفريات علاش قلت لك المشكل مشكل بدني غير ما مراش غير فريق وفاق سطيف عنده لاعبين يعني لا لا تبارك الله يعني ممتازين شباب قادرين يحصل يحطوا يحطوا يعملوا الفارق لكن هالسفريات هذه ربما قد تؤثر متعبة جدا أكيد سنتحدث بعد عندك المناخ وعندك ظروفها واحدة سنتحدث عن المولودية وشباب الوزات الكرم نتذهب في هذا الجزء الثاني مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا وواصلوا في مشاهدة هذا الحوار سيكون شيقا في جزئه الثاني عديد من الحقائق والقضايا سنكمل في تناولها إذا مشاهدينا الكرام فصل قصير ثم لنا عودة مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من الحوار الرياضي الذي نستضيفه من خلاله الصحفي والاعلامي سفيان كسومه اللي تحدث في الجزء الاول عن قضيه انسحاب خير الدين زتشي والاسباب التي الت الى ذلك اضافه الى البطوله الجزائريه والانديه الجزائريه التي شاركت في كاس الكاف شبيبه القبائل ووفاق اسطيف سنتحدث في هذا الجزء الثاني عن مشاركه مرودية الجزائر وحضور شباب بالوزداد التي تضاءلت خاصة بعد التعادل الأخير أمام الهلال السوداني نتحدث مباشرة عن الشباب الذي يعيش أيضا هو مشاكل إدارية كبيرة وهناك حديث عن تغييرات جذرية من الإدارة وحتى على مستوى قسم الإعلام تتصل أيضا تغييرات إلى القسم الطاقم الفني حسب ما قيل لنا من مصادر حتى من حتى حتى نظن مسؤول لما يسمى بول دو ديفلوبمون حتى توفيق قريشي تكلموا على ربما. انسحاب, إنسحاب في قريشي آه توفيق قريشي حشيشي ايضا هذه الانسحابات وهذه الاضطرابات هادو ما, ما ما تخليش اللاعب يركز على العمل تاعو حتى ولو كان اللاعبين يركزوا على العمل داخل الميدان وفقط فقط احنا في 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 الجزائريه للاسف عندما تكون خساره او خسارتين ثلاثه تم تم لا العمل العمل لازم نقوم به هو على المدى القصير، المدى الطويل، المدى المتوسط، احنا ما عندناش هذه الفلسفه هذه لا نجم نقول فالإترابات فالاضطرابات في كره القدم طبيعيه فيها فراغ يعني وقت يعني في فيه فراغ من جانب كاس افريقيا في البطوله مازال ما الفريق يعني فيه فيه يعني تراكمات في نقصات 21 مباراه يعني كي تشوف 21 نتائج تاع تاع الشباب بالوساد يعني انا نقول علاش هذه المشاكل وعلاش هذا الغليان في بيت الشباب شباب اليوم بحاجه الى 21 ناقصه هذه احنا احنا يعني كان يفوز على بخمسه المباريات يولي يولي يولي, متصدر وهارب لكن الانصار دائما سفيان يعني لا لا هذه خصوصيه هذه خصوصيه كره القدم المناصر يطمع ويحوز دائما ما كثر ما خير ويحب شوف انت تاخذ موديت وهران ديجا ربحوا مباراه يحب يلعبوا تيتا آه لا لازم بالعقل بالعقل بشويه يعني بهدوء فريق شباب الوزداد ما راهش يلعب يعني ما راهش في المركز العشرين مباراة ناقصة خمسة عنده وكي تربح الخمسة تولي الأول وديطاشي لا يعني لازم البيت لازم الهدوء في البيت نقدر نقولوا شباب الوزداد الحوض تاعو أصبح ضئيلة في التأهل للدور القادم من منافسة رابط أبطال إفريقيا خاصة بعد بزوج نقاط و لا 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 ما يعني حسابيا كل شيء ممكن يعني ما تقدرش تقول لكن صعيبه بنظريه الفريق حيت نقول يعني مرتين هذه هي اللي يحب يشوف يروح لجنوب افريقيا ويروح ما بيروح يروحش لجنوب افريقيا يروح بلد ايه. بلد اخر ايه علاش ما عندوش حدود انا نظن حتى ولو ضئيلة عنده حدوده حتى ولو كانت طائله عند ما شفنا شفنا شباب ضد مامي لوندي مامي لوندي أنا 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 شفت فريق بدون روح يعني ما تقريبا. تعب والاخر صح يدخلوا في الحسابات يعني المناخ وال. ولا, ولا والسفرية 11 ساعة الحرارة والرطوبة إيه احنا 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 الى الى, الى, متى مازال ما نقعدوا نقعدوا دائما رطوبة رطوبة رطوبه والسفرية على بالنا هذه علاش ما نحضرش نفوسنا من جانب يعني لانه حتى المنافس يعني عنده نفس الظروف يعني والله نفس الظروف نفس وحنا نفس المشاكل مشاكلنا نعيشها دائما داي بالنسبة للمولودية سفيان ما شوف خمس نقاط شباب خمس نقاط نقطتين عن الترجي يعني احسن يعني احسن نقدر تاعو مرتفعة شوية صوفيا معنويات معنويات مرتفعة هل الحدود, الحدود مرتفعة لا لا الحدود تاع المولودية بصح شوف المولودية راح كما يقول لك يروح يجيب ثلاث نقاط من الخارج ويخلي نقطتين في ال احنا شوف الفريق اللي يلعب اللي حب يمشي البعيد ما لازمش تخلي نقاط في خاصة في ملعبك أكيد. ما تقدرش في ملعبك تضرب لازم تسعة على تسعة شوف ثلاث نقاط تديهم تسعة على تسعة هادو التسع نقاط لازم تحطهم من الجانب وتجيب من الخارج باش نطمح نمشي للدورة الآخر ولا يعني واحد يعني فوز واحد على الـ على يعني على, على البرا وتربح النقاط تاعك لهنا تضمن مباشرة التأهل نقدر نقولوا يعني هذا هاد العام يمكن مولوديه يعني تفرح الشعب تاعها حتى يعني ربع نهائي شوف. النصف نهائي لما لا نتمناوها ان شاء الله هو ولا فريق يعني شوف الفرق الجزائري اللي تشارك في 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 يعني الجزائر الدولية. لابد أن نصيرها ونشجعها من القلب نتمنى يعني. يعني من القلب مثل ما نشجع المنتخب الوطني علينا ان نشجع الانديه الجزائريه المشاركه كيف في الخارج اليوم عم عم يعني واحد لابد علينا هذه لازم ناكدوها ناكدوها دائما لان بعض الناس يقول لك لا لا كل الفرق الجزائري يعني كاس افريقيا انا بكل ما عندي الفرق الجزائريه اليوم عندما اشوف كل فرق مولوديه الجزائر راهي في احسن ترتيب يعني احسن احوال المرتبه تانية خمس نقاط يستقبل الفريق السنغالي يستقبل الزمالك يمشي لتونس يعني في حدود في والزمالك للاسف ما شفناش الزمالك زمالك اللي اللي, اللي متعودين يعني مستوى تاعو انخفض كثير حتى في البطوله راه يفوز يعني بصعوبه كبيره بصعوبة البطوله المصريه لازم مولوديه تستبطن في هذا في وضعيه تقدر نقول أنت على حساب يعني النظره تاعك قادره مولوديه الجزائر اه قادرة عندها زوج مباراتين في الخمسة جولي يعني عند قادرة يعني منطقيا مولودية قادر يمشي لربع النهائي من بعد نقول لك كما يقولوها بالعاميه ما يسلك طويل العمر لان لازم لك لاعبين هذا 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 حق وهذا شوف اللي ما عندوش لاعب من مستوى اللي نتكلم عن اللاعب الافريقي من مستوى يعني كما كان في وقته اني رامو ما تقدرش تلعب كاس افريقيا آه صعيب عليك صعيب عليك آه تلحق واحد المستوى وين الناس تفوتك يعني لانه بال... من الملاحظ كل الانديه التي فازت بهذه الكاس حتى وفاق ستيف سنة 2014 كان عندها خط هجوم يعني متماسك يعني لما يعني الكل كره يحطها مباشره في الشباك وحتى خط الدفاع وسط الميدان يعني لما تفوز بكاس مثل ربط ابطال افريقيا وكاس الكاف لابد لديك من تركيبه متماسكه كما ذكرنا يعني مثلا من فاق خير مضوي قام برفقه حمال يعني بتكوين مجموعه متماسكه من شبان وخبره صح صح دو بها ربط ابطال افريقيا دو بها يعني لا سوبر كوب تاع تشامبيونز ليغ يعني ولعبوا بطوله عالميه والنادي الجزائري الوحيد اللي, اللي لعب شارك في البطوله العالميه. لا كانت تتكلم على لا 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 سطيف لازم تكلموا عليه ولازم ناخذ ناخذوا العبره ناخذ العبره, العبرة من يعني من الخبره من عندنا خير خير ما نروحوا من الزمالك او الاهلي بس عندما تكمل على اللاعبين اليوم, اليوم اليوم والله غير ضروري نشوفوا يعني لعبوا اثنين يعني مستوى العالي اللي باش باش ياخذ يطلعها الفوق عندما تكمل على فريق وفاق سطيف تاع انا ذاك كانت مستقبلية يعني الامور تمشي كما لازم الحال فريق المتالقه محليا يعني. اليوم انت مشاكل في شبيبه القبائل صراو مشاكل نحي من ما تنحيش حتى الان حتى الان إجي... يعني النتائج النتائج هي شباب الوزداد يعني راهي في غلايا مدينه الجزائر صرا مشاكل حقيقيه مع يعني كارثه وتصير عندهم مشاكل تاع ازمه ماليه خانقه ما تقدرش انت اليوم لازم هذا واقع وهذا الحق ما تقدرش تمشي تركز على العمل تاع فوق الميدان وانت مشاكل كبيره ويقول لك لا لاعب صح المفروض يلتهب خدمته اللاعب لي ماشي خالص تحب ولا ما تحبش ما يقدرش يركز 100% على على العمل تاعو هذا يعني احنا هذا علاش نقولك انا اللي يحب يمشي بعيد في كاس افريقيا لازم استقرار تام لازم ما لا تقدرش انت اليوم استقرار إداري جرب. الاداري آه. التقني مدرب ثاني ما عندك مدرب غدوه مدرب مفمول مولوديا لا مدرب الاخر كنا حتى يعني اللاعب يعني تخلط في راسه حتى نواصل اكثر ونخرج من الانديه الجزائريه نعود الى الصراع الموجود بين وزاره الشباب والرياضه والفاف الى متى سفيان يبقى هذا الصراع ومتى نرى الحلقه الاخيره من هذا المسلسل والله نتاسف شوف انا يعني نتاسف عندما نشوف الصراع القائم بين ووزاره الشباب والرياضه وفيدرالية اللي تابعت له فيدرالية كره القدم الجزائريه انا والله بعض الاحيان نقول هذه ماهيش فيدراليه تاع الجزائر اليوم الصراع هذا ما 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 من اليوم من اليوم ملي جيت المهنة تاع الاعلام يعني صراع بين فيدرالية بين علاش حتى في وقت قيدو في وقت عدة عد وزراء عدة علاش عندنا دائما هذا المشكل هذا بين العلاقه بين خاصة في دراية كرة القدم و وزارة الشبيبة والرياضة اليوم الصراع ها انت عندك صراع وتمشي ترشح روحك ما تقدرش ما تقدرش يعني نتكلم على هذا الشيء ما غالب يعني انت عندك صراع انت في بلدك تترشح لمكتب الفيفا ما انت في بلادك في بلادك ما تشوف الصراع آه علاش فيه فيه حنا حنا مصالح هاد المصالح هذه ما, 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 تخلص ما لا لم تنتهي آه جينا جينا بحثنا في في فيما يعني في هذا المسلسل هذايا اللي ما حبش يخلص في دراية تقول انا عملت مراسله للوزاره، الوزاره ما تردش على المراسله ومن بعد البحث نتكلم على مسؤول في الفيدرالية يقول لي ثمان شهور علاش تقصي ورا وراه المشكل في في إعادة النظر في القوانين يعني تكييف القوانين، هاد تكييف القوانين ولا مشكل؟ التكييف هذا جاء من الفيدراليات الدولية لكرة القدم. أنت تلعب تحت هو تاع الفيدراليات الدولية وعندك قوانين جزائرية، لكن فيه بنود تشرطها عليك الفيدراليات الدولية، اليوم وراه الشيء اللي ما فهمتوش آه علاش هذا هذا الانقطاع يعني بين الاتصال بين آه الوزاره والفيدراليه لان ما كانش اتصال يقول لك العكس يكذب عليك ما فيش اتصال ما فيش آه انسجام و... فعندما تراسل انت الوزاره والوزاره ما ت... ما, ما تجاوبش وتخليك من شهور اليوم قلنا علاش الفيدراليه آه حبت ديت كيف قوانين قبل دوك, دوك دوك تحب ولا ما تحبش علاش ما عطيت لهمش يعني لا 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 لا. ما جاوبتش في وقت في وقت في عندها عندها تقريبا 10 شهور 8 شهور كنت تجاوب يخلوا يديروا تكييف القوانين من بعد شوف تحب تتغير زيد كي بعثوا لك المسوده المسوده هذيك فيه بعض النقاط الوزاره من حقها تعاود تشوفهم تنحيهم وتلغيهم ما في حتى مشكل علاه الا ما فرض من الاتحاد الدولي احنا اليوم في بعض النقاط انا يعني شفت البارح لكن بزاف طويله بزاف اللي النقاط تجي تكلمني تاع على آه على الله 30 سنه اكثر اكثر اكبر اكثر من 30 و أقل من 70 هذا مشكل نحيه لا هذا هو المشكل مثلا ما يمنعش الوصارة. الوزاره الوزاره تعاود تشوف قال لك واحد النقطه هذه نحيها يعني لازم يكون الحوار انت لك ما كاش الحوار انت في 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 ومن بعد نتكلموا هو في فلان راه راه هو يعمر في الوزير في انا سمعنا كلام وسمع وسمع و... كثير وسمعنا وسمعوا وهذا كثير الوزاره اطالت كثيرا في الرد على حوالي 8 اشهر يعني والملف يعني في الدرج يعني هو هو قيد الدراسه الناس نقدروا نقولوا 8 اشهر يعني بنات يعني مستشفيات وطلعت يعني ابراج يعني في 8 اشهر وليس دراسه <applause> ملف يعني داس ملف يعني ما يحتاج حوالي شهر لا كمل شهور كتير كتير ولا كتير شوف اقدر اقدر يعني اقدر اقصى تقدر يعني شهر هذاك يعني عندك كيفاش انا البين البارح واليوم قدرت نقرا عندي ان طابلو كومباراتيف قدرت نقرا تقريبا كل كل البنود يعني اللي تشوفوا لي اللي تعاودوا اللي ما تعاودوش انت قول جا وزاره الله يبارك مع المدراء مع المسؤولين الناس اللي عندك تم تقدرش يعني تراجع القوانين تشوف واش واش زادوا واش نقصوا وما يمنعكش انت يعني تستقبل الكاتب العام او هنا تعيط له جو يعني ديروا ديروا يعني كما تقول لك دوره تاع العمل دي سيونس تصريحات زدتي سيد صوفيان يعني حتى في في ختام هذا البرنامج صحيح للاذاعه الوطنيه قال لك يعني نحن سنقوم بجمعيه استثنائيه جمعيه عامه عاديه ثم جمعيه استثنائيه من اجل هذه القوانين ثم ستكون جمعيه انتخابيه وكانه تحدي مباشر للوزاره وكان المرمى الكره هو في مرماكم وافعلوا بها ما هو اليوم اليوم جات حاجه فهم باللي راح ما يقدرش ما يدفعش مع كان مشكل مع الوزاره اليوم هو أرمها للوزاره علاش؟ غدوة لو نفترض عملنا الجمعية الانتخابية بالقوانين القادمة الفيدرالية الدولية من حقها تقول لك لا أنا ما نستعرفش بالقوسين بهذه الجمعية لازم إعادة الجمعية تكييف القوانين بعد هذا هو المشروط من الفيدرالية الدولية اللي يقول لك العكس يعطينا يعطينا الدليل كان كان مراسلات للأسف ما حبش يمدهم ما قدرتش نجيبهم ولكن في المراسلات كلير اينات سينو نمشيو غدوة بين قوسين ما يسمى بديريكتوار اليوم بزاف شي فهم رماها الوزارة على الوزارة اليوم أخذ بعين الاعتبار يعني بجدية هذا الملف هذا يعني ويتشاوروا مع الفيدرالية وما كاش يعني لازم الحوار لازم اليوم لازم لأن الفريق الوطني يعني متوج بكاس افريقيا الاخرى عيب من الحق لهذه المشاكل هذه حتى ولو انا على حسب رايي على حسب رايي ماناش رايي نحن ربما نوصلوا حتى وش يسمى الكوميتي دو الى هنا الحل يعني راهو غامض وما باش يعني كل لا شوف كل طرف هو يتحدث وكل دوك انت إيه دوك دو انت انت ك دوك نقول لك يدافع على زتي انا والله ما نعرف زتي والله ما ندافع عليه نتكلم على باب المنطق وباب الله واش يمنع اليوم الوزاره تستقبل وفد من فيدراليا ويتحاوروا قال ها واش ما واش ما عجبناش ها واش لازم يتحاوروا باش يسيبوا حل لان هنا رانا رايحين في حيط والخاص الكبير هو الجزائر وإحناك الجزائر ما نسحقوش على المهازل التبادل هذا اليوم لازم يقعدوا في طابله ويتحاوروا لان لا لا خلاو الجمعيه العامه تقام بالقوانين القديمه يمكن الفيدرالية تنقص يعني أولا ننسي لا فيديراسيون مع الفريق الوطني من بعد فيها اشياء اخرى الفرق الوطنيه في الوطني. الانديه احنا نتمنى ما نلحقوش لهداك الشيء هذاك يعني نكون نداء للوزاره والفيدراليه يكون حوار ويشوفوا يعاودوا النظر ما يمنعش علاش الوزاره ما شافتش البنود هذوك اللي تنحيهم هذا ما أه حتى ننتقل الان الى موضوع اخر وهو موضوع آه الحكام والموضوع التحكيمي الحكم اصبحوا يعني محل انتقاد شديد وشديد اخرهم في آه المباراه السابقه مثال فقط بين رائد القبة واتحاد الحراش يعني رئيس اتحاد الحراش بوسلي بوسليم قال لك وكأنهم جابونا متربص لإدارة مباراة محلية ودربية بيننا قال لك يعني حكم هذا حتى ما نقولش يعني مبعوث يعني قال لك جاء من أجل يعني انه يخسر الفريق تصريحات مثل هذه عديد من الرؤساء اصبحوا يشتكون مثلا المدرب الكوكي ايضا اشتكى بين مباراه بين اتحاد مسكره ووفاق الصيف قال الارضيه لم ترحمنا والحكم ايضا لم يرحمنا ولم يكن منصفا لدرجه تصريحات اخرى كيف تعلق على كل ما يحدث في الجانب التحكيمي، على اللعب بدون انصار حتى التواجد الامني اصبح يعني خفيف يعني كل امور اصبحت مرتبه يعني الناس المتواجدين في الميدان كلهم يعني ايدونتيفي يعني موجودين في ورقه اللقاء سواء صحفيين سواء مسيرين سواء كل شيء يعني حتى يعني رجال امن يعني راهو اسماواتهم يعني مكتوب يعني ما كانش برانيه يعني, يعني في تبقى <applause> تبقى. اللي وين يجيني هو كان افتينال ولا لكن الاخطاء تبقى تبقى احب يقول بلاك المستوى تاع التحكيم ما راهش المستوى اللي, لازم يكون راك نسيت مباراه تاع بن عكنون اللي, اللي حبسوها و... آه مباراه ايضا من وفاق المسيله مع جمعيه آه مع آه نادي بن عكنون يعني بن عكنون تم آه معاقبه اللاعب بعامين على ما اظن تشوف الحكم شكون تفهم بزاف حوايج أكيد الحكم أه هو ابن ابن عضو المكتب الفيدرالي صاحبنا صاحبنا مالاش مالاش مش نتحدث 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 سلموا عليه عمار أه لكن التحكيم هنا كوسا يعني بعد كي تكلمنا في واحد من البلاطو لا الغوتي موجود أه استغفر الله يا ربي كوسا كي رح كوسا كان سابقا كي رح كوسا كان هو حاكم سابق انا يعني من باب المنطق باش باش تكون على راس التحكيم أه في الجزائر في الفيدراليه من المفروض تكون أه تكون حاكم باه اكيد معليش جابونا جابوا غوتي انا ما جاني كونتر غوتي ولكن اليوم عندما تقول وبعد يزعفك عندما تقول التحكيم فيه مشاكل فيه مشاكل هل المستوى هل التربصات هل يخدموا هل فيه اعاده الميزانيفو هل يعني واش انا في الميدان سبحان الله الخط وهو يطيح من برا صفر مثلا ضرب الجزائر هذا 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 انا مانيش حاكم نشوف باللي هل هذا الشيء اللي وصار في التحكيم مدبر بعض الاحيان تولي تكون انت سبحان الله لا فيه مدبر سي با نورمال تقدر تعاود تشوف يعني التحكيم في الجزائر ما فيش عيب نعاودوا نديروا دي دي دي, دي يعني اعاده تاهيل ما فيش يعني لا انت ما راكش قادر تسير التحكيم قول مانيش قادر نسير التحكيم نمشي لا واش وصاري لا فضائح رغم ان رغم الحكم هو بشر يمكن ان يخطئ ويصيب لكن هناك يعني اخطاء يمكن أن نتفاداها شوف من اجل كان يعني كان خطا من خطأ بارك الله فيك كان كان درجات كان درجات كاين وين لا بوزيسيون لاربيت ومن بعد تشوف الحكم اللي ما يساعدش الحكم الرئيسي هذا المفروض ما يكونش لكن فضائح يعني انت يعني كما كما مدير واحد مع اتحاد العاصمه في بلوغين يعني في في العام اللي فات أه واسمو أه يبقى أه يعني سعيود سعيود شبيبة بالوزداد مع مع مدير الجزائر في بلوغين نهار روشي قبل وبعد يخرج تعطيه هو يعني فيه بعض الاشياء يعني واضحه تطرح على متيسير ومن أنت تقول يدخل لك الشك علاش يدخل لك الشك؟ لان تشوف انت يعني وضوح الشمس ما فيه ما فيهش آه ما فيش مثلا خطا تصفر وعلى بالك صار انفلوسيو لي ومن بعد انت كفريق ما عندك حتى حق يعني باش تعاود ترجع ترجع النقاط إيه او ترجع نقطة ومن بعد ومن بعد حنا تحكيم آه ميزة لا فريغو نو لازم لا لازم في يبقى دائما هو لا شوف مادام نسير بنفس النمط كما ما فين في العوام الماضيه لا لازم شوف ينحطونا يجيبونا واحد لازم تحكيم نعاودوا نشوفوه من دار وجديدة ما فيش ما طلبه يعني الحكم الفيدرالي سابق لي صادفته هنا وأحييه سيد عبد الرزاق حلالشي اللي اكد قال لك انه لابد من اعاده هذه كلام من دارا وجديدي يعني سفيان شكرا لك لان الوقت يداهمنا وهذا ما يقوله المخرج الحديث معك شيق رغم ان الوقت ضيق شكرا على تلبيه الدعوه شكرا انك جيتنا نتمنى ان شاء الله نلقاو في مناسبات اخرى العفو نزيم وبكل سرور صفيان كنا نتمنى هذا لا للا. انك شخص نسيتي او تحت اليدين. لا 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 والله غير والله غير والله اه شوف كاين 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 انا لو كان نقدر ندير نداء والله غير فكرتني كي تكلمت هكذا والله النداء هذا موجه الى وزير الاتصال ووزير الشباب والرياضه عندنا عندنا واحد الامانه يعني عبد صهواني الله يرحمه الصحفي تاع الاذاعه اللي توفى ربي يرحمه ربي يرحمه الزوجة تاعو ووليدو كاتب هذا هذه أمانة علينا كاع أمان علينا أكيد أكيد لابد من يعني من توجيه يعني كان كانوا كانوا فيه يعني اتصالات مشكل تاع سكن مشكل تاع سكن نتمنى الوعود زوجته ولكن شوف الوعود هذه ما زالت حبر على ورق كما يقولوا المراكش إيه إيه يعني ظروف يعني صعبه في اذا الرساله نوجهها الى ماذا بينا ماذا بنا وزير لأن الاتصال ان شاء الله يكون يسمعنا وان شاء الله الرياضه إن انهم يتكفلوا بعائله الصحفي الراحل ما نقدروش نسبوا في عبدو عبدو, عبدو الله يرحمه ما قدم كثير للرياضه قدم كثير للاعلام والله, والله, والله شباب كان لي الشرف انني رافقته في احدى الخرجات الميدانيه وكانت في الصحراء شخص ما شاء الله من من نقولها ونعاودها وهذه شهاده لله من اصلح الصحفيين في الرياضه وكان يلبي كثيرا دعوات الصحفيين دعوات الشباب عبد الله رحمه كان 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 صديق الجميع كل الرياضه كل الرياضه سي لان دي رار لي اومني سبور ايه مع كل الرياضه اكيد اكيد الرياضات الميكانيكيه اليوم اليوم, يعني. اليوم يعني خلانا امانه هذه انا والله عندي بزاف ماشي الزوجه تاعو نشوفها يعني اذا نتمنى أن, لي ان شاء الله برك يساعدوها ويساعدوا يشوفوا الولد هذاك ان شاء الله شكرا لك صوفيا العفو شكرا عطيتني فرصه نتكلم على الزميل السابق شكرا لك صوفيا نتمنى نلقاك في اعداد سابقه اذا مشاهدينا الكرام لم يتبقى لي ان أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه رغم أحيي قبل الختام كل آه الزملاء التقنيين من مصورين نسيم تمازيغ وربح شينيور التقني الصوت الذي انسى دائما صوته اظن اسمه اسلام هذا ما يقوله لاسلام نحييه وفي التركيب ايضا آه رضوان عمرو عمروري الذي دائما يسهر على آه تركيب الحصة رضوان عمروري نحييك من هذا المنبر الى آه قائد الجوق وقائد العارضه التقنيه وليد مولاي نحييك ايضا اذا مشاهدينا الكرام دمتم في رعايه الله وحفظه الله في روحتكم تعالوا في عائلتكم نلتقي مع ضيف اخر الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته